السلام عليكم، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير في صحة جيدة ان شاء الله. اليوم غادي نوجد معكم واحد الوصفة اللي هي الكنتاكي. عندنا بالنسبة للعطرية عندي هنا شوية ديال الثومة غبرة، شوية ديال الزعتر، بسم الله، عندي شوية ديال القزبر يابس مدقوق، غادي ندير واحد نص معلقه، عندي شويه د الملحه، وغادي نحاولوا الملحه ما نديروش بزاف، كتر شي الا كنا غسلنا الدجاج بالملحه والحامض، غندير شويه حيت عندي الصوجة مالحه وعندي حتى الهريسه كتكون مالحه. غادي ندير الخرقوم، كندير نص معلقه، غادي ندير سكينجبير حتى هو غادي ندير معلقه، عندي تحميره حتى هي غادي نديرو تحميره غادي نديرو حتى هي معلقه، وعندي الابزار البيض كنديرو نص معلقه صغيره، ما نكتروش بزاف لان عندنا الهريسه كتكون شويه حاره. بالنسبه اللي ما متوفرش عنده الهريسه يمكن له يدير الفول هذا السودانيه، غادي نضيف ديك المعلقه ديال الهريسه. بالنسبه للهريسه على حسب الطوق، اللي ما بغاش الحار ما يديرهاش. عندي هنايا الخردل اللي هو المطاب معلقه، عندي هنايا معلقه كبيره نتاع الصوجة، وعندي هنايا كاس معمرش ديال الحليب، صافي. وكنخلط الخليط، وعندي هنايا الدجاج من بعد ما غسلته بالماء والملحه والحامض، وكنخليه يرقد في ديك الملحه والحامض، من بعد كنسلخوا له ديك الجلده اللي عنده ونحاولوا نحلوه شويه باش تدخل فيه العطريه. من بعد ما درنا الدجاج بديك الشرموله اللي درنا قبيله، نسيت ما قلت لكم، بيضه كنضيفوا واحد البيضه مع ديك لاصوص اللي درنا، ومن بعد كنضيفوا الدجاج كنخليوه على الاقل واحد الساعه باش يشرب ديك العطريه ديالو، وكل ما خليناه من بعد ما خليت الدجاج راقد في لاصوص ديالو في الشرموله، انا خليته قليله كامله، كنت ضفت عليه البيض كيبقى على حسب المقادير، بيضه وحده تكفي، وضفت عليه جوج معالق ديال العصير ديال الحامض. دابا غادي ندوزو سميتو، هنا عندي طحنت شويه ديال لاشابلور مع الشوفان، غادي نضيف عليه نص معلقه صغيره ديال الخميره ديال الحلوه، غادي نزيد عليه التحميره، وشويه ديال الخرقوم، مهم خصنا نسمو داك الدقيق، ولا انا ما درتش الدقيق غير الشوفان ولا شابلور، اللي بغى يدير الدقيق يديرو، انا اكتفيت غير بهاد جوج عناصر، درت شويه ديال السكينجبير، وغادي نزيدو شويه ديال الملحه، صافي، وكنخلطو. صافي، ومن بعد غادي
نشدو الدجاج هكايا وندوزو في داك الخليط ديال الشوفان والعشافلور. صافي وكنسوسو ونديروه في الصينيه ديال الفرن، ونكونو شعلنا الفران يسخن على درجة حرارة 180، الدجاج كل ما رقد في العطرية ديالو كل ما مزيان كيشرب ديك العطرية ديالو كيجي بنين. كنستمروا على هالطريقه هذه. من بعد ما كملت دابا غادي نشد الزبده، ذوبت الزبده حيت انا ما غاديش نقليه، غادي نديرو في الفرن وغادي نسم ديك الزبده بشويه ديال زيت الزيتون، وغادي ندهنوه شويه هكايا من الفوق غير شيشه خفيفه. صافي حتى كندهنوا كاع دوك داك الدجاج دوك الخليط نتاع الدجاج، ومن بعد غادي نديروه في الفران باش يتحمر. انا كنفضل يعني يتحمر في الفران ولا يتقلى في الزيت، واللي بغى يقليه في الزيت يمكن ليه، غير شويه بالنسبه اللي عنده كوليسترول ولا الناس اللي كتدير ريجيم الفران حسن. صافي غادي نكمل على الطريقه هذه، ومن بعد غادي ندخل صينيه الفران وبقوا معايا. الطبق النهائي كيجي على هذا الشكل، هذا قدمناه مع معقوده، وبالنسبه للمعقوده اللي بغى الروسيب ديالها راه عندي في القناه، ونتمنى تجربوه ويعجبكم. وبالصحة والراحة، وإلى المرة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم.